الشاب اسمه عمر حمود، توفت أم أبوه، سته أو جدته توفت، فطلق هو أبوه على معبر باب الهوى مشان تطلع الجنازة ويمشي له الأوراق بحكم أبوه ما بيعرف يحكي تركي وهو ابنه يعني. المهم راح لهنيك، طلع أبوه مع الجنازة على سوريا إجازة 15 نهار وهو رجع، بحكم أنه المنطقة حدودية هنيك الدخان أرخص، فجاب 5 كروزات دخان معه. المهم إجا على الأوتوبان لتوزلة، وقفوا حاجز تفتيشي، وقفوا ونزلوا ليش شايل دخان أنت تهريب، هدول ممنوع ما بيصير. المهم قال بدك تروح على المخفر تقدم إفادتك ومن هنيك بيتركوك. انطلق على المخفر، اجت سيارة أخذته من الحاجز على المخفر توزلة، من مخفر توزلة حولوه على توزلة كوتش إدارسي معروفة، من هنيك بات نهارين رجعوا بعتوه على عنتاب سجن أوزالي معروف، ضل 15 نهار، من هنيك بعتوه على أنطاكيا، أنطاكيا على كم مثل مخيم أو شيء أبايدن، ضل هنيك 15 نهار بحدود 20 نهار. من هنيك صاروا الشباب اللي معه حوالي 600 شخص، 600 شخص كل يوم يجيبوا ناس يزودوا العدد، صاروا حوالي 600 شخص. بدأوا يضغطوا عليهم إنه مثلاً أنتوا بتكونوا تضلوا هون مدة كبيرة، أنتوا احتمال نبعتكم على كسب نسلمكم للنظام. صار كتير منهم إنه يخافوا يروحوا يوقعوا على العودة الطوعية ويتسفروا على سوريا. قبل بغير سجون ما يعطوهم التليفون، بس بهذا الأبايدن عطوهم تليفوناتهم حسنوا يتواصلوا مع محامين مع كذا واحد. في محامين بعد ما اجوا لهونيك لعندهم قالوا لهم ما منكم أمل، انتم ما في شيء بالقضاء باسمكم، يعني لا محكمة مفتوحة لا انه في عفو، اذا ما اجا فيكم قرار من أنقرة مستحيل تطلعوا. ففقدوا الأمل كتير. بعد هالفترة اجوا اخذوا 44 شخص حملوهم بالباصات على اساس انه شو افرجوا عنهم. بعد ما صاروا بالباصات تفاجئوا اخذوا منهم تليفوناتهم، اخذوهم على معبر باب الهوى الحدودي، وفي اشخاص كثير انضربوا منهم، هو انضرب مشان حتى يمضي في هو، وفي كمان شاب قريبي اسمه احمد مغلاج كمان تسفر بنفس الطريقه، انضرب ووقع، هذاك وقع هذا ما رضي يوقع، في شخص هاي قال له الضابط قالك يوق يعني ما لا توقع روح، في شخص ثاني اجى وقع عنه ولا تعرضوا لا لمحكمة. من المخفر فورا بعتهم على توزلة على مثل ما حكيت لك، هلق هو بسوريا وعنده 3 أطفال، هذا عاجز والثاني كمان مريض بشكل دوري بده يروح على المشفى، عيلته ما عنده معين، أخواته كلهم مو هون. دخل على تركيا بشكل نظامي باسبور، هو وزوجته عندهم باسبورات، طلعوا الكمليك المؤقت من 2014 هني هون لهم 11 سنة باسطنبول، وعنده شهادة السواقة كان يشتغل شوفير بمعمل، تعرض للضرب هنيك ضل 1.5 شهر، يعني هلق لا ضل عنده كمليك يمشي فيه هنيك، أخذوا منه الكمليك، هوية السورية هون بالبيت لأنه ما بيحملها بحكم هون ما حد بيطلبها منه، الجواز السفر مع عائلته موجود، وهنيك ما في شيء يثبت شخصيته بسوريا، هو بأطمة مخيم أطمة عند أقاربه. نحن بدنا اياه يرجع لاولاده، يعني اولاده معاقين ومدهم مصروف، يعني اذا بدي يا ما بدي يروحوا على سوريا يا ما بدي يضلوا هون، اذا ما رجع ابوهم بدي يروحوا على سوريا مجبورين.